متابعتنا ولقائنا متواصل معكم. فقرة الصحة هي أولى فقرتنا في هذه المحطة من اللقاء المفتوح مع الدكتورة سونيا أباحو أخصائية السكري أمراض الأيض بالتمارة. غنتكلموا على فترة مهمة من فترات مرض السكري اللي هي فترة ما قبل السكري. أهلا بك دكتورة سونيا. أهلا بك جيهان. أهلا بالمستمعين الكرام. قلنا بأن هذه الفترة دكتورة هي فترة إنقاذ، يعني هذه الفترة اللي ممكن أننا يعني نبعدوا على رأسنا شر هذا المرض هذا اللي هو مرض السكري. وتكلمتي دكتورة على أن هذه الفترة هذه ممكن تكلموا عليها يعني ملي كيكون فحص، يعني الفحص الروتيني ديال السكري فحص الدم كيتراوح ما بين غرام حتى الغرام فاصلة 26، ما بين غرام فاصلة 10 حتى الغرام فاصلة 26. هذه هي الفترة ما قبل السكري. لأن السكري هو التعريف ديالو هو فيما كنلقى السكر فوت غرام 26 راه عندنا مرض السكري. هنا البارح كما شرتي ليها جيهان تكلمنا على التعريف وشكون هو وشحال تيدوم، دابا شكون هما الناس؟ لأن الناس دابا كيفاش، واش عندي ما قبل السكري واش عندي السكري؟ شكون الناس اللي غادي يمشيو يقلبوا على السكر؟ شكون الناس اللي غادي يمشيو يعبروا السكر باش يقلبوا راسهم؟ واش فيهم السكر اولا؟ شكون هي؟ نعم. واش اذا ما فيهمش السكر واش هما غيجيهم السكر؟ هذا هو في الفترة ديال ما قبل السكري. دونك هنا ماشي الناس كلهم غادي يمشيو يقلبوا السكر، لا، الناس اللي السن ديالهم فوق 45 سنة. اييه. الناس اللي عندهم العائلة باهم هم عمهم عماتهم خالهم يعني في العائلة كاين مرض السكري. طيب. الناس اللي عندهم زيادة في الوزن وعندهم الناس اللي هما عندهم عادي تغذية غير سليمة ولا ما كيديروش حركة. نعم. المرأة اللي جاها سكر الحمل، يعني اللي كانت داز فيها سكر الحمل. نعم. ومن بعد مشى يعني بحملات جاها السكر ومن بعد مشى، هذه كتبقى داخلة في المراقبة. هي من الناس اللي كان يعني من الناس المعرضين أكثر أنهم يقدر يجيهم سكر. مرض السكري. أيوه. هي كتعبر السكر. عندك المرأة اللي كتولد أم بي كبير يعني نعم فوت 4 كيلو. نعم. فهي كتقول بلاتي ربما، لأن كنقولوا بأن المرأة الحاملة السكر كينفخ للبيبي كيغلظوا وبالتالي كنخليوها داخلة في مجموعة الناس اللي قلبوا حتى هي على السكر. دونك الناس اللي عندهم مرض الكوليسترول يعني شي مشكل الايض الميتابوليزم، يعني كيف ما عندهم هذا يقدر يكون عندهم حاجه اخرى. يعني الناس اللي عندهم مشكل ديال الدهنيات يعني طالع الكوليسترول او طالع الكوليسترول الثلاثي. نعم. الناس اللي عندهم مشكل ديال مرض النقرس لاغوت. نعم. الناس اللي عندهم لاغوت، الناس اللي عندهم التونسيون طالعه. دونك هذه المجموعه هذه هما اش غادي يديروا؟ يعني غادي يمشيو يقلبوا على السكر ديال الصباح. أيه. يقول بغيت نعبر السكر الصباح. أيه. يمشيو 8 سوايع ما واكلش، يعني يحبسوا الماكله مع 10 دليل باش يديروا تحيله مع 8 الصباح. وغادي يمشيو غادي يشوفوا داك الرقم اللي خرج ليهم. نعم. اذا كان فوت غرام 26 ماشي كيمشيو يقلبوا واش فيها السكر واش فيها ما قبل السكري. نعم. كيمشي يدير التحليله فقط. نعم. ديال السكر. نعم. كيشوف النتيجه، اذا كانت فوت غرام 26 هذا راه فيه مرض السكري. نعم. اذا كانت قل من غرام 26 يحدد فينا هو واش هو قل من غرام 10. دونك راه الحمد لله عادي ما كاين حتى مشكل، خاصو غير شويه ديال المجهود. نعم. خاصو غير شويه المجهود ريجيم وممكن انه يتخلص منه ياك دكتور. نعم. اي ولكن هاد الناس هادو قلت لك اللي يلقى راسو ما بين غرام و10 غرام 26 هنا غيقول ما قبل السكري. أيه. وهنا هو يقدر يدير الاحتياط يشوف من نفسه. أيه. يقول يشوف الاغلاط اللي كيدير، يعني شنو الا كان ما كيعملش رياضه، الا كان كياكل سكريات كثيره. نعم. غادي يحاول يبدل العادات البرامج. نعم. كلها توعوية. نعم. اللي كتساعد المواطنين كامل المستمعين. دونك غادي يشوف من راسه شنو هما المشاكل اللي كيدير او الاغلاط اللي كيدير غيحاول يصلحها. اذا ما كنتش حركه يدير حركه، فهمتي؟ دونك هادو هما الحوايج اللي خصو يبتر بهم. كيبقى بان هنا الانسان اذا خاف، مثلا كانت المراه حامله، يعني كانت المراه جاها سكر حامل، كانت عندهم عائله فيها السكر، كله يستشار الطبيب ديالو ديال يعني الساكنه ديالو اقرب طبيب يقدر يعطيه المعلومات على حسب الحاله ديالو. نعم. لان هذا هو الاسف، كل حاله وهي حاله. كيبقى
ما عرفتش بقى لنا الوقت واش نخدم احتياطات الحلقه الجايه ولا نخليوها الغدا. ولكن غير سؤالي دكتوره، يعني تكلمتي على هاد الناس هادو اللي خصهم يمشيو يديروا تحليله ديال فحص يعني السكر في الدم. سؤالي هو في رمضان يعني يعني ومع يعني الصيام، هاد الناس هادو اللي نفرض واحد منا لقى عنده هاد غرام مثلا فاصلة 10 ولا غرام فاصلة يعني 20، شنو ممكن ياخذ يعني كتغذية صحية؟ ما يعني بعد اولا في رمضان الحاجة اللي مهمة هو خصو يكون خلي 8 سوايع ما واكلش. نعم 8 ماشي نعم اييه فهمتي. ولقى غرام فاصلة 10، مثلا غرام فاصلة 10 هي نقدروا نقولوا له راك الحمد لله عادي، يعني نقولوا غرام فاصلة 18 او غرام فاصلة 20. هاد الشيء هذا غادي نقول غادي يكون غادي يدير احتياط، يعني الانسان هاد الشيء اللي دارها وسمعنا غادي نقول له بان يقلل من التمر، يعني غيفرق الصوم، كتولي ما قبل السكري كتولي تغذي تقريبا بحال مرضى السكري. نعم 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 يعني تقريبا يقلل من التمر، العصير اللي كان كيديرو غادي يدير يديرو بدون سكر، غادي يشرب تلت كيسان د العصير، يشرب كاس العصير. نعم. ما غاديش يكثر من الحلويات على حسب الشباكية، يعني تقريبا نفس الريجيم. نعم. يعني من الزلافات ديالو عاود عطات الشباكية هي غادية. نعم. كتبقى بان كيقول كيسهلك واحد القياس كبير ديال الحلوى الشباكية او البريوات. دونك كاع السكريات غيحتاط منهم يحيدهم. وغادي يدخل خضار، يدخل فواكه في التغذية ديالو. طيب يعني هذه من بين الاحتياطات اللي غنكملوها غدا ان شاء الله معك دكتورة سونيا باحو، وفترة ما قبل السكري. شكرا لك، خليناك على خير ونتلاقاو ان شاء الله غدا ان شاء الله.